شنو عندي اليوم؟ عندي هذا الجهاز أنتي فلو سيستم، اللي هو مضاد للبكتيريا أو مضاد للنو، النو اللي يصير بالمكاين بالقيرات بالطراد. صناعة بريطانية يستخدم كثير من الراريد العسكرية. هذا هو الجهاز، يطلع منه وايرين حق تراندوسر اثنين، يعني هذا الجهاز هذا يطلع منه اثنين، يرسل الدبدبات، يستخدم نظام مثل الرادار يرسل أصوات النو ما يحبه فما راح يبني عندك، يشتغل على 110 فولت. وهذه قطعة معدن بعد راح نحط لها عجينة ونركبها داخل هني. حطيت المعدن وضغطت عليه، الحين عاد اخليه ينشف، عاد ايش كثر يبي ينشف 6 ساعات. ركبت واحدة هني وركبت واحدة ذاك الصوب، ليش ما صورته وانا اركبها، مكانها جدا قثيث. الحين راح اختار مكان حق الكنترول، ممكن هني مكان ما يحوشه ماي، ويما مصدر البطارية 12 فولت، ويما مصدر كهرباء أو أمدد له. تفتش البراغي هذه، بعد ما تفتشهم تقدر توصل حق فتحة البراغي اللي تركب فيها 4 براغي بمكان. وأنا مثل ما قلت لكم اخترت بمكان فاضي، مكان ما في طشار ماي، وراح يجمع كل الوايرات هني تحته، وراح أوصل للبطارية مع سويتش، وراح أوصل للكهرباء مع سويتش. فبعد ما ركبنا البراغي كلها راح نسكره. وهني بعد ما خليناها تنشف يومين وتأكدنا انها نشفت، وهذا الترانسدوسر حطينا عليه التيب الصحي، يجي معاها السيستم، يجي معاه جل قطعة واحدة، ولكن هو قطعتين ترانسدوسرين، فلازم احط نص هني ونص هناك. لما تسكره هذا الجزء لازم يفقص هذا المكان على اساس الدبدبات تروح تحت، فلازم احرص اني اخلص هذا على هالمكان هذا والمكان الثاني. سكرتها، ما تسكر بشكل كامل، والسبب ان السيليكون هذا كان طالع فوق، كنت حاط منه زيادة فحايش فما يخليه يكمل داخل، ولكن على امل ان الجل يكون ملامس طبقتين. ما راح اقدر اتأكد لما افتحها، بس ان فتحته لازم ابدل هذا التيب. الحين امد الواير الى الجهاز، وين حطينا الجهاز امده بمكان حلو الى الجهاز. جيت أشد على هذه القطعة اللي كانت هني اللي توني ركبتها، قلت خلنا أشد عليها أكون حريص أكثر، ولكن للأسف انفتشت. شنو السبب؟ شوفوني، أول شيء هي ما انشفت بشكل كامل، وهم عندك هني أساسا في طبقة جليكوت مثل هذه، فهي أساسا هذه ضعيفة. شوف شلون انفتحت الحين، هذه الطبقة قاعدة تنفتح معي، فهني في مثل كان في صبغ وهم لزق بالصمت القوي هذا الهايبوكسي. فنحرص مرة ثانية نخليها تنشف عدل، وبعدين ننظف المكان عدل. والحين هذا راح تبهدل بإني أشيل هذا كله. وهذا الحين ركبنا الجهازين، السنسر الأمامي هذا هني والسنسر الثاني هناك. كان ودي أنهم يكونون أبعد عن بعض، ولكن غرفة الماكينة عندي ما تسمح، ولو أني بودي هذا جدام بالطراد، لو أوديه جدام ما راح أقدر أمرر الوايرات، جدا صعب، مع أنه في وايرات وايد. هذا هني رباطهم الحين هني، وهذا الجهاز. الحين بعد ما يشتغل الجهاز يحتاج أنك توصل له 12 فولت، هذا وصلنا له 12 فولت، ويحتاج بعد كهرباء. هذا هني يشتغل على 110 لأنه شارينا من أمريكا، ولأنه اليخت هذا من أمريكا بعد، وفي تشغيل هني وفي فيوز، وصلنا الوايرين. بعد فترة راح نرفع الطراد ونشوف شنو صار بالأرضية تحت، شنو صار عندنا بالمكاين وبالهول نفسه، هل في نو ولا ما في نو. المهم عملية أنك تحط له جلو جدا صعبة، أنك تنظف المكان عدل، يبي لك كحول، يبي لك صمغ زين. هذا ركبته يمكن 3 مرات للحين ما ضبط، محتاج اني افتحه انظف مكانه عدل وللحين، لان المشكله ان في طبقه هذه الجليكوت هذه قاعد تتقشر، فكل ما احط جلو قاعد يلزق عليها، فلازم اسنفرها كلها. فهالمكان هذا
راح لازم هني المكان هذا لازم أشيله وأسنفر المكان، أسنفره وبعدين أحط مرة ثانية قلوه وقاعدة، ولكن بخليه الحين كذي لين أفضى عليه مرة ثانية. وما شاء الله مالكم شغل بالطحالب، هذا زرع. أنا كانت مشكلتي النو هذا، أنا نسيت الجير خليه مفتوح، ولكن خليت الجير هذا الحين مفتوح فوق صاعد لمدة شهرين. ما تتصورون شنو كان الوضع قبل لما كان بدون الجهاز، كان الوضع جدا سيء. شهرين خلاص هذا يقعدون يغسلون فيه ساعات على ما ينظف. شوفوا من تحت بصراحة تستاهل، يستاهل المبلغ. كانت مشكلتي أنا بعد لأن هذا غير داخلي، فشنو كانت المشكلة؟ شنو كانت المشكلة؟ كان إن الجير من داخل ينوي فيصير عندي أوفر هيت، فخاصة هذا الإمبورد مشكلة. هذا الوضع هني ما كان كذي من قبل، كان وضع جدا سيء. طبعا أنا ما حطيت الجهاز إلا ورا، لو أني حاط شوي عازلة لجدام بعد واحد ورا واحد جدام كان افتكيت من الموضوع هذا اللي هني صاير جدام. هذا كله جدام، شوف ليش انه بعيد عن الجهاز شلون صاير الوضع. وضع هني صار سيء لانه بعيد عن الجهاز. شوفوا هني، شوفوا هذا من جدام، اوكي بعيد عن الجهاز، ولكن اللي يم الجهاز ما فيه هذا الشيء. فالحمد لله يستاهل المبلغ. هذا طبعا هذه غلطتي، انا كنت ناسي الجير لمدة شهرين فوق، كان المفروض يكون تحت الماي، فلما يكون فوق كذي اول شيء يكون بعيد عن الجهاز. هذا الوضع قبل كان مسكر هني، يتسكر مرة واحدة، ما في مجال. هذا طبعا كله عشب، غسلة بسيطة جدا ما طولت نفس قبل، ونظف كل شيء مو نفس قبل. قبل حك وبهدلة، والحين الحمد لله الوضع تمام. الله يبارك، إن شاء الله أفضل من قبل صراحة، وايد وايد.